آخر يقول: مات رجل مات وهو مدمن الخمر والزنا وقاتل النفس التي حرم الله، فهل يستحق الترحم له بعد الموت؟ إذا كان مسلم عرف أنه موحد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ولكن بلي بهذه المعاصي فلا مانع من الدعاء له، والله يغفر لنا وله المسلمين، يدعى له بالمغفرة والرحمة، لأن المعاصي ما تخرج من الإسلام، الخمر والزنا وأشبه ذلك ما يخرج من الإسلام عند أهل السنة والجماعة، لكن يكون ضعيف الإيمان. أما إن كان معروف من شيء آخر يدل على كفرة مثل سب الدين، مثل إنكار وجوب الصلاة، إنكار وجوب الزكاة، الاستهزاء بالدين، هذا كافر ما يدعى له ولا يترحم عليه. أما إذا كان معه بمحبة الإسلام وأنا مسلم مصلي موحد لا يشرك بالله شيئا ولكن بلي بهذه القاذورات بهذه المعاصي فهذا يدعى له وأمره إلى الله.